السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى على انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. الوغ اول حاجه بغيت نشكر الاخوات اللي كانوا تهولوا عليا، كانوا سولوا عليا. الحمد لله انا بخير وعلى خير، غير هو انني خديت شويه ديال الراحه. هذا هو اللي خلاني نبعد عليكم، ولكن انا ما خديتش كاع راحه تامه، لانني كما كتعرفوا كاين واحد الجروب اللي انا دايرته ديال جروب ديال دار الصنعه. هذا الجروب جروب ديال التطبيقات. الوغ الاخوات اللي معايا، ورا كاينين اللي راه ما كيشاهدوني هنايا، الاخوات اللي معايا في هذا الجروب هذا، كل اسبوعين كنحطوا واحد الموضوع من الدروس اللي انا دايرهم لكم في اليوتيوب. وهذاك الدرس هذاك كنديروا عليه التطبيق. الاخوات كلهم كيحاولوا باش يوجدوا التويبات ديالهم او اللوازم اللي غادي يستعملوها في هذاك المنتوج، ولا الوغ كي ديك خلال الاسبوع الاول كيوجدوهم، كيوريو لبعضياتهم في الجروب، كياخذوا اراء ديال بعضياتهم، نصائح ديال بعضياتهم، اللي عندها شي سؤال كطرحوا كنجاوبوا عليه. وفي الاسبوع الثاني كيبدا التطبيق وكيبداو يحطوا المنتوج ديالهم. الوغ في الاخر ديال الاسبوعين شنو اللي كنديروا؟ عندنا واحد اللجنه هي اللي كتنقد، كنشوفوا كاع الجوانب كلها في هذاك المنتوج هذا، كنشوفوا كاع الجوانب في هذاك المنتوج وكنعطيو واحد النقطه، وهذه النقطه كتخلي الاخوات باش يكونوا اما درجه اولى او درجه ثانيه او درجه ثالثه. الدرجه الاولى كنعطيو ليها واحد النجمه الذهبيه، الثانيه نجمه فضيه، والثالثه كنعطيو واحد النجمه نحاسيه. واللي كتكون كاع احسنهم كاع كناخذوا وحده اللي هي احسنهم كتسمى الملكه. وفي يوم الاثنين كيكون موالي هذاك الاسبوعين كيكون واحد النشاط، كنعطيو النتيجه، وكيكون واحد النشاط كيكون كيباركوا لبعضياتهم، كتكون واحد الحفله ديال فيها كنباركو وكلشي، الاخوات كلشي كيكون نشط، وهذا والملكه كتكون في القمه، وهذا دونك كيكون واحد النشاط. فوالا، الوغ بغيت نشارككم معكم الاخوات اللي ماشي معايا في الجروب. ان شاء الله ندير عاوتاني جروب اخر وندخلوا عاوتاني اخوات اخرين من بعد اللي غتبغي تشارك معايا ولا شي حاجه، غادي تدخل مع عندي في الانستغرام، غادي نقيدها، ونهار اللي ان شاء الله ندير عاوتاني جروب اخر ان شاء الله غادي تكونوا معايا. انا غير بغيت نشارك معكم هذه النقطه هذه، وبغيت كذلك نشارك معكم هذا المنتوج ديال الاخوات. الوغ لحد الان درنا بزاف ديال الحويجات، ولكن دابا غادي نبدا نحط لكم هذا المنتوج ديال اليوم اللي حنا عاد درناه ديرنييرمون، وباش تشوفوا الاخوات فين وصلوا. وبغيت نقول لكم بان هاد الاخوات كلهم مبتدئات في هاد الدومين هذا ديالنا. كاين اللي محترفه في الخياطه ديال الرومي ولا في الخياطه ديال البلدي، ولكن في الدومين ديالنا هادو كلهم مبتدئات، وغادي تشوفوا المستوى ديالهم فين وصل من بعد هادي شحال، هادي ما كاملش العام باش درت انا هاد الجروب هذا، والحمد لله كاين واحد النتيجه زوينه اللي تفرح، وانا مفرحاني، وهذا الشيء اللي بغيت انايا نشارك معكم هاد الفرحه ديالي، ونوري لكم هاد المنتوجات ديال الاخوات اللي درناهم في هاد الاسبوع اللي داز. الوغ هنايا المنتوج اللي كان عندنا وهو سورتي دبا، ياك الوغ خدموا على الفوطه، ولكن قبل ما يخدموا على هذيك الفوطه باش يديروا بها هذيك الفوطه ديال الحمام، كان الاسبوع اللي الاول كان على البيي، كنا طبقوا الاخوات الدرس اللي كندرت لكم انايا كيفاش نصوبوا البيي حنا بداتنا، ياك الوغ كانوا صوبوا البيي، وبهذاك البيي عاد خدموا السورتي دبا. الوغ هذا هو الشرط اللي كان، ما يخدموش البيي ديال اللي كنشريوه من على برا، ولكن نخدموا البيي اللي حنايا كنصوبوه بيدينا، ياك هذه باش يتشجعوا الاخوات باش يصوبوا كذلك البيي، ويتعلموا كذلك باش يصوبوا البيي. داكو دونك فوالا، انا غادي نوري لكم دابا المراحل، نوري لكم المراحل ديال البيي، ونوري لكم كذلك هذا المنتوجات اللي صوبوا البنات. صافي دونك فوالا، الوغ نشاهدوا هاد العرض الشيق، العرض الممتاز اللي انا فرحانه به وفرحانه بهذا المستوى هذا، ونرجع.
دونك فوالا هانتوما شفتوا المستوى ديال الاخوات اللي معايا في دار الصناعه. تبارك الله ما شاء الله، المستوى فريمون طالع بالنسبه للمبتدئات. انا كنهضر لك راهما غير مبتدئات، وراكم كتشوفوا المنتوجات كيفاش دايرين، كيفاش خرجوا من يديهم، ولا البيي كتشوفوا كيفاش خرج، تقولوا واش مشري، واش بيي زعما مخدوم فلوزين، ولا خدموا بيي ممتاز، خيطوه مزيان، تبعوا الدروس اللي كنحط في الدروس ديال اليوتيوب، تبعوهم من دو ا ا زد، وتبارك الله تبارك الله النتيجه راكو كشفتوها ياك. دونك فوالا هادشي اللي بغيت نشارك معكم هذه الفرحه هذه، وبغيت وكل مره دابا من هنا القدام ان شاء الله كل مره نحط لكم منتجره. كاينين حويجات اخرين اللي كنا صوبناهم شحال هادي ملي بدينا، ماشي شحال هادي زعما، في هذه الفتره كلها اللي حنا خدامين راه كاين بزاف ديال هذاك. دونك انا كل مره غادي نوجد واحد العرض من هاد العروض هذه ونوريها لكم ان شاء الله بحول الله. وكما قلت لكم حتى الاخوات اللي باقيين باغيين يشاركوا معايا مرحبا بهم، غير نلقاو كيفاش نديروا عاوتاني جروب اخر، حيت الجروب راه كيطلب واحد الجهد وكيطلب واحد العمل، ماشي سهل باش يكونوا بزاف ديال الجروبات. ولكن واخا هكاك غادي ندير معكم جهدي ان شاء الله ونديروا جروبات اخرين ان شاء الله بحول الله صافي. دونك فوالا لوغ، نتمنى على الله ان هذا العرض يكون عجبكم، وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل. السلام عليكم.